السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطل جديد في تلفزيون تشيبة. عطل التلفزيون هفتح حاليا، انفتح الليد الأحمر في حالة ستاند باي. هفتح فتح عطل التلفزيون، عامل خط، هو مش خط ولكن الخط مش رفيع، الخط تخين شوية وبيطلع وبينزل بالشكل ده. عطل التلفزيون خط تخين وبيطلع وبينزل. أوضح العطل، بحاول اخبط على التلفزيون، احتمال يكون بيعلق. اول خبطة عملتها عمل خط، خبطت تاني عمل مجموعة خطوط، خبطت تاني بقى كويس، بقى طبيعي جدا والقائمة شغالة تمام، ولكن مع الوقت بيطلع وبينزل وبيعمل مجموعة خطوط. هبدأ افك التلفزيون وتابع العطل. تلفزيون توشيبا، تلفزيون بحالته، عطل التلفزيون عامل خط وبيعلق وفي هرجة في الخط. عطل التلفزيون مش هيبعد عن الفرتيكل. هبدأ أعالج منطقة الفرتيكل. أول حاجة أعملها في التلفزيون هعمل إعادة لحام على منطقة الفرتيكل، أشيل الفرتيكل، هعمل إعادة لحام على كل المقاومات وعلى الأيسير. ننضف التلفزيون الأول، عطل التلفزيون الحالي مش هيبعد عن الفرتيكل. هبدأ أعمل إعادة لحامات على الـ IC وعلى مقاومات HMD. كل اللي أعمله لحامات في الفرتيكل. حاليا عملت إعادة لحام على دائرة الفرتيكل،
هبدأ أشغل التلفزيون وأتابع. أشغل أفتح بعد ما عملت عدة لحام التلفزيون فتح، التلفزيون شغال طبيعي. هحاول أخبط على المكنة، احتمال يكون بيعلق. حاليا الوضع بقى طبيعي، كل حاجة تمام. هحرك المكنة من مكانها. أوضح كل حاجة تمام. أوصل فيديو عطل التلفزيون إعادة لحام على منطقة الفرتيكال بالكامل، مقاومات HMD وعلى IC وعلى التغذية. وحاليا التلفزيون شغال طبيعي بدون أي مشاكل.